العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإريترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استيلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. السيطرة على أسرار الجرائد في دهلك. تقييم العملية التعليمية في الإقليم الأوسط. دورة تدريبية للمراجعة العامة. العراق يستنكر الضربات الجوية الأمريكية. ترامب يعلن حالة الطوارئ. واشنطن تستدعي سفير الصين على خلفية فيروس كورونا. أهلا بكم من التفاصيل. أفاد مكتب وزارة الزراعة في إقليم شمال البحر الأحمر السيطرة بالتعاون مع القوات البحرية والجهات الأخرى على أسراب الجراد التي حطت في جزيرة دهلك في الأيام الماضية قادمة عبر البحر دون إحداثها أضرارا بالمزارع والمراعي. وذكر المكتب السيطرة سريعا على أسراب الجراد التي ظهرت في مناطق سلعيت ونورة وجمهيلة ودحل نتيجة المعلومات العاجلة التي قدمها السكان وتوظيف الطاقات البشرية والمعدات اللازمة. وأوضح عضو المكتب الشاب تسفات ينتخل سنبت أن أسراب الجراد ظهرت على شواطئ إقليم شمال البحر الأحمر بكميات لم يشهد لها مثيل من قبل، وتم السيطرة عليها بأنشطة رش المبيدات التي شاركت فيها وزارة الزراعة مع الإدارات والشعب وقوات الدفاع، وكان للخبرة المكتسبة دورا كبيرا لإبادة الجراد في جزيرة دهلك. وقال قائد المنطقة الشمالية في القوات البحرية المقدم يمان قبر مريم أن القوات البحرية كان لها كبير الدور في جهود القضاء على الجراد، مؤكدا على استعدادهم للقيام بالمراقبة والمتابعة بالتعاون مع الصيادين في الجزر غير المأهولة بالسكان والملائمة لتكاثر الجراد. وذكر مدير مديرية دهلك السيد أحمد محمد علي أن المهمة أنجزت بنجاح لتضافر جهود قوات الدفاع خاصة القوات البحرية، لكن المخاطر لا زالت قائمة خاصة مع قذارة الأمطار الشتوية مما يتوجب مواصلة أعمال المراقبة. وشهدت بعض مناطق أقاليم الجنوبي وشمال البحر الأحمر وجنوب البحر الأحمر ظهور أسراب الجراد منذ شهر نوفمبر 2019 وتم إبادتها دون إحداث الأضرار، ويدعو الخبراء لتواصل أنشطة المراقبة لوجود الجراد في دول المنطقة. قيم مكتب التعليم في الإقليم الأوسط النصف الأول للعام الدراسي 2019-2020. وأوضح مسؤول المكتب الأستاذ بلايها بتقابر في الاجتماع الذي عقد في العاصمة أسمرة أن الهدف هو التعرف على المميزات والقصور لتحسين العمل، وأشار التقييم إلى تحسن نسبة النجاح مقارنة مع العام السابق، وذلك رغم وجود ضعف في بعض المواد داعيا للاهتمام بالبنية التحتية ونقص المعلمين المؤثر سلبا على العملية التعليمية. وذكر المدير العام لقسم التعليم العام في وزارة التعليم السيد موسى حسين نايب إحداث تقرير في العملية التعليمية داعيا للعمل لتخفيف التحديات والدفع بأنشطة التعليم التقني، وطالب الاجتماع لحل نقص وقدم أجهزة الحاسوب وتقييم بعض كتب المرحلة الابتدائية ومتابعة أولياء الأمور لأبنائهم وتوسيع رياض الأطفال في المدارس الخاصة بالمعلمات الأمهات لأهميتها الكبيرة. نظم مكتب المراجعة العام دورة تدريبية لـ40 من العاملين في المراجعة الداخلية في المؤسسات الحكومية من 9 وحتى 13 من مارس حول المراجعة وأساليبها ومعايير المراجعة والمراجعة السنوية. وشارك في التدريب من وزارات الحكومات المحلية ووزارة المالية وكلية العلوم وكلية التجارة والعلوم الاجتماعية وكلية الهندسة والتقنية ومكتب الجمارك ومؤسسات حكومية أخرى. وأوضح المراجع العام السيد جريس جهر قبر مدهن أهمية المراجعة العامة مع التطور التجاري، قائلا أن الهدف من الدورة التدريبية تنفيذ العاملين في المراجعة الداخلية في مختلف المؤسسات مهامهم على أكمل وجه واستغلال جيد لميزانية الحكومة. قام مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط بتأهيل 47 أسرة محتاجة بالتجارة والماشية.
وخصص لكل أسرة مبلغ 10,000 نفقة لهذه الأسرة التي ترعى المعاقين والأيتام وأسر الشهداء لتوظيفها في التجارة في المدن والماشية في الريف. وأكد المواطنون المدعومون على العمل لتحسين حياتهم المعيشية استفادة من الدعم الحكومي. وذكر أعضاء لجنة التأهيل المجتمعي العمل المنسق للتعرف على الأسر المحتاجة. وقال مسؤول الرعاية الاجتماعية في مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم الأوسط السيد تيدروس في السهية لوكالة الأنباء تأهيل 61 أسرة محتاجة العام الماضي بطريقة مماثلة وتقديم مساعدات بأكثر من 1,000,000 نفقة ل 515 أسرة ترعى الأيتام بالتعاون مع وزارة الصحة والشركاء الآخرين. وذكر عن تقديم أكثر من 200,000 نفقة للطلاب المحتاجين لشراء الزي المدرسي ودفع مستحقات الدراسة وتقديم الأدوات الدراسية ل 1,273 طالبا محتاجا العام الدراسي السابق. الأخبار العالمية تأتيكم بعد قليل. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة دخلت في مرحلة جديدة في مواجهة وباء كوفيد-19 عالمي وأعلن حالة الطوارئ الوطنية. وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي طال انتظاره في حديقة البيت الأبيض أن الحكومة ستخصص مبلغا ضخما ألا وهو 50 مليار دولار لمكافحة الفيروس. ومدح الرئيس الأمريكي قراره بإغلاق الحدود مع أوروبا الذي أثار جدلا واسعا بعد إعلانها من قبل منظمة الصحة العالمية البؤرة الجديدة لفيروس كورونا. وقال أنه يمكن أن يضيف المملكة المتحدة إلى قائمة الدول الأوروبية التي فرضت عليها قيود على صعيد تسيير رحلات إلى الولايات المتحدة بسبب الفيروس. وفي سياق متصل استدعت وزارة الخارجية الأمريكية السفير الصيني في الولايات المتحدة للاحتجاج على تعليقات نسبت لمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قال فيها أن الجيش الأمريكي ربما يكون قد نقل فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية. جاء ذلك في الوقت الذي تفاقم فيه التوتر بين القوتين العظميين بسبب الوباء. وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن ديفيد ستلويل كبير الدبلوماسيين المعنيين بشرق آسيا في الوزارة سلم السفير الصيني سويتيان مذكرة شديدة اللهجة متضمنة الحقائق. ولم ترد السفارة الصينية في واشنطن على طلبات للحصول على تعليق. وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة والصين بعد أن كتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية على تويتر بإلماح عن دور الجيش الأمريكي في نشر الوباء بالأراضي الصينية. ولدى سؤال صحفيين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الموضوع أكد أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري مهم بين بلاده والصين لن تتأثر بهذه الشائعات. أعلنت شركة مايكروسوفت تنحي مؤسسة بيل جيتس عن مجلس إدارة عملاق التكنولوجيا الأمريكية، كما أعلن عن تنحيه كذلك عن عضوية مجلس إدارة شركة قابضة تشرف وتدير عددا من الشركات الفرعية. وقال جيتس أنه اتخذ قرار التنحي عن مجلس الإدارة حتى يتمكن من تخصيص المزيد من الوقت للأولويات الخيرية بما في ذلك شؤون الصحة العالمية والتنمية والتعليم والمشاركة في معالجة تغير المناخ. وشارك جيتس في تأسيس مايكروسوفت في 1975 مع بول ألين الذي توفي في 2018. وشغل جيتس منصب الرئيس التنفيذي في مايكروسوفت حتى عام 2000 عندما خلفه ستيف بالمر قبل أن يتولى الرئيس التنفيذي الحالي المنصب في 2014. ويعد جيتس الذي تتجاوز قيمة ثروته الإجمالية 110 مليار دولار من بين كبار المساهمين في مايكروسوفت التي تعد من بين الشركات الأعلى قيمة في العالم بسقف سوقي يبلغ قيمته نحو 1.2 تريليون دولار. وصلنا إلى ختام هذه النشرة، في أمان الله وحفظه.